خلينا نروح لملف آخر، وملف برضو يعني أنا بشوفه من الملفات المهمة جدا والملفات الحلوة. امبارح انطلقت منافسات بطولة كأس العالم للرماية البندقية والمسدس اللي بتستضيفها مصر بميدان الرماية الجديد في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية. الفكرة هنا إن هي كمان هتستمر حتى 8 مارس المقبل بمشاركة كام دولة بقى يا كريم؟ دي اللي بنتكلم عنها السياحة الرياضية، 65 دولة جايين لك لغاية هنا عشان نشهد تضافر الجهود طبعا لإخراجها في أفضل صورة استكمالا لسلسلة النجاحات اللي بتحققها الدولة المصرية في استضافة كبرى الأحداث والبطولات الدولية، طبعا بفضل ما تتمتع به من مقاومات وبنية تحتية رياضية مقامة وفق المعايير طبعا الدولية تحت قيادة سيادة الرئيس. فحاجة يعني أعتقد مشرفة وحاجة حلوة جدا، وده بيرد أو بيخليك بص يا كريم، أنا دايما بحب أقول جملة الرد على الأرض. يعني ممكن أي حد يجي يقولك أنت ما تقدرش تعمل كذا، أنت ما عندكش إمكانيات أنك تعمل كذا، أنت حدودك هنا أو إمكانياتك هنا، مهما تقال دايما الرد بيكون على الارض. الفتره اللي فاتت كان عندنا يعني فكره او الناس مصدقه ان حتى على فكره في الداخل ان انت ما تقدرش تعمل بطوله كبيره دوليه وان هي تقام بمعايير دوليه وتطلع بصوره محترمه. الكلام ده تم الغائه على الارض. انت عملت كام او استضفت كام بطوله في مختلف الرياضات، جات لك دول كتيره جدا بالمئات في ظل فتره، كمان لو هنتكلم عن 2020 تحديدا في ظل فتره كان العالم كله بيعاني من انغلاق تام. فانت بتتكلم انت كنت عامل زي طبعا الكره الطايره لو انت فاكر طبعا بطوله الكره الطايره اللي كانت اليد برضو بطوله العالم لكره اليد وكره اليد اللي اتعملت بالبابل الفقاعه الطبيه اللي هي بعد اللي احنا كده استحدثناها اكزاكتلي وصدرت للعالم بعد كده. فيعني لا حاجه بتكون مشرفه وحاجه بتبقى داعمه للسياحه بشكل كبير جدا، فاحنا عايزين مزيد ومزيد طبعا من الاحداث الرياضيه دي. طب احنا التليفون جاهز يا جماعه؟